مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلاوة طحينة بالشوكولا. عنا 3/4 الكوب طحينة، كمان عندي 3/4 الكوب حليب بودرة، 3/4 الكوب سكر بودرة، ونص كوب كاكاو، وفستق حلبي منعم شي خفيف بهيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بخلط المقادير مع بعض. حط فوق الطحينة، طريقة كتير سهلة وسريعة، بتتحضر بأقل من 5 دقايق. بحركم بهيدا الشكل. بعجنهم بالإيد. لا. بعد بدي أحط شوي كمان من الطحينة. عندي كمان هون 1/4 كوب حطيت. بحركهم منيح مع بعض. يعني استعملنا كوب طحينة. هذا الخليط بعد ما تماسك بعض منيح. هلأ عندي مطبقية صغيرة، بحط بالأرض فستق حلبي، كمان بحط الخلطة، بسم الله. فيني إذا حبيت تحط كمان فستق حلبي بالعجينة، بضغط على العجينة بهيدا الشكل. طريقة جدا جدا سهلة وسريعة. هلأ بحطها بالبراد أقل شي ساعتين. هذه حلاوة طحينة بالشوكولا اللي عملتها أنا وياكم بعد ما حطيتها بالبراد. هلأ بدنا نشيلها نشوف كيف طلعت مع بعض. هلأ بهيدا الشكل. هيدا الشكل النهائي. هيدي حلاوة طحينة بالشوكولا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.